الإنتعاش بعدد من الأبطال الرياضيين، وذلك في إطار توجيهات ملكية ثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اليوم تاريخي بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين بعد 11 سنة من تأسيسها بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تنشوفوا بأنه كاين اليوم فريق جديد لأخذ الرئاسة، السيد شكيب بن موسى اللي تنهنيه بهذه المناسبة، وفريق ديال الناس جدد اللي تم الانتخاب ديالهم في إطار هذا الجمع العام الاستثنائي والجمع العام. المؤسسة اليوم هي مؤسسة بارزة على المستوى الوطني، حيث أنه وصلنا ل 1080 عضو، وصلنا إلى نتائج إيجابية اللي قريناها في المكتب اليوم والتقرير الأدبي اليوم، واللي خلانا نوصلوا إلى 3500 ملف ديال التأمين اللي تم العمل عليه بالنسبة للأعضاء ديالنا، اللي احنا فرحانين به أيضا، وأنه المؤسسة تتساعد 150 بطل بالنسبة للكراء، وتتساعد أيضا 350 ديال الوليدات وبنيتات ديال الأبطال باش يدرسوا، واللي احنا فرحانين به هو أنه كاين اليوم 50 ديال الوليدات اللي هما في الجامعة واللي غادي يقبضوا الدبلوم ديالهم قريبا إن شاء الله. كيف ما شفتوا اليوم تم تسليم جوائز للخمسة ولا ستة ديال الشباب اللي أصبحوا مهندسين ومحامين إلى غير ذلك. أيضا احنا فرحانين جدا بالنسبة للعدد ديال الأفواج اللي مشاو الحج بيت الله، حيث أنا وصلنا ل 130 ديال الأعضاء اللي حجوا بيت الله، واللي هو مهم وأنه المؤسسة اليوم عندها رئيس جديد وفريق ديال التدبير اللي هو جديد، واللي غادي يخليها توصل لواحد المستوى اللي هو أعلى. واللي خصنا نعرفوا هو أن هذا العمل كله دار بواحد الميزانية ديال 8 مليون ديال الدرهم، اللي وصلت ل 15 مليون ديال الدرهم، وأنا متيقن أن السيد شكيب بن موسى غادي يوصل المؤسسة إلى مستوى اللي هو أفضل ديال التنمية، واللي غادي يخلي هذا المؤسسة تكون ناجحة على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الصعيد الدولي، حيث أنه اللجنة الأولمبية العالمية وعلى رئاستها السيد توماس باخ طلب منا باش نشتغلوا معهم مع اللجنة الأولمبية بلوزان باش نعرفوهم كيفاش وصلنا لهاد النتائج في المملكة المغربية، اللي هي بالنسبة لهم قدوة لكيفية تدبير الأبطال بعد ما تيحبسوا المسار ديالهم الرياضي. الحمد لله احنا فرحانين لما تنشوفوا هاد النتائج، فرحانين جدا لما تنشوفوا هاد الحفل وهاد الوجوه كلها، فرحانين جدا، ولما تنشوفوا أيضا أنه وصلنا ل 1080 عضو. ما ننساوش بأنه 2022 كانت سنة اللي هي مهمة جدا بالنسبة للرياضة المغربية، لا على مستوى كرة القدم الرجالي أو النسوي، ولكن أيضا في الفوتسال نتائج إيجابية في ألعاب القوى، نتائج إيجابية في الملاكمة، في الباغا أولمبي. إذا الحمد لله احنا اليوم الرياضة تنشوفوا بأنها تعطي الكثير للمملكة المغربية. خرجنا كتاب اللي هو 11 ans au service du sport national، 11 ans à votre service، واللي تيخلينا نكونوا فرحانين جدا بالنتائج اللي وصلنا لها الحمد لله.